يعني انا اضطريت باش نلبي الدعوه مع الرغم من يعني بزاف الناس يكونوا تابعوني البارح ما قدرتش نجي البارح واضطريت باش نجي تيلمون كيعنيني بزاف هذا المهرجان. انا كل دابا عرف الموقف اللي تعرضت ليه واخا هكاك جيت بلي موان ديالي يعني جيت اون فواتور ولكن اصريت انني نلبي الدعوه سورتو في مهرجان بالقيمه ديال المهرجان الدولي للفيلم بوجده اللي غيشكل لي اضافه جميله في المسار ديالي اللي كنعتز بها وكنفتخر بها وسورتو انها في مدينه وجده اللي هي المدينه ديالي. بغيت نقول لكم بانني اكثر من سعيده اكثر من فرحانه يعني الشعور ديالي حاليا لا يوصف باش انني نوقف امامكم ما بين هذه القامات الثقافيه والفنيه الكبيره وانني نلبي الدعوه ديال المهرجان اللي كنشكر يعني وانا جد ممتنه للسي خالد سلي باش انه يعني استدعاني باش انني يتم التكريم ديالي كممثله مغربيه يعني تحب الفن يعني بواحد الطريقه خياليه. انا يعني عندي حالفني الحظ ان بزاف ديال المخرجين ما شافونيش في دور واحد او لما ما تخيلونيش في بيرسوناج واحد وبروفيل واحد يعني العروض حتى هي كانت يعني في الصالح ديالي واكيد حتى انا بدوري كنشتغل على راسي باش انني دائما كل دور يكون عنده اللون ديالو على حسب منين جاي لو بيرسوناج شنو الاهداف ديالو شنو الماضي ديالو شنو لي تري دو كاركتر ديالو فين مربي اكسيتيرا دونك كل حاجه كنجتهد فيها وكنحاول نعطيها واحد اللون معين باش تكون كل دور مختلف على الاخر. فهذا يعني اي ممثل كيكون خاص يكون عنده قوه الملاحظه وخاص يكون كيتانسبيغا يعني يعني كاينين اشخاص دازوا في حياتي اللي انا بوتيتر ما عقلاش عليهم ولكن اللاواعي ديالي عاقل عليهم ومني كيجي الدور اللي كيشبه ليهم كنلقى راسي اوتوماتيكمون كناخذ منهم شي دي تري دو كاركتير ولا شي نبره صوتيه ولا شي حاجه. مهور بمجموعه من الاعمال ان شاء الله فنيه سينمائيه وتلفزيه كذلك في رمضان وخارج رمضان وغيشوفوني بادوار مختلفه ان شاء الله. هذا التكريم كنعتبره ماشي تكريم فقط ليا ولكن تكريم لكاع الفنانين والفنانات المغاربه اللي كيشتغلوا بشغف وبحب وبتفاني في هذا الميدان هذا اللي ماشي سهل واللي كيديروا كل شيء باش يوصلوا الثقافه ديالنا المغربيه يعني في ابعد مدى. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.